مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام في برنامجكم حج مبرور. في الجزء الأول من هذا اللقاء المبارك تحدثنا على أهمية الركن ودلالات الركن، تعرفنا على أركان الحج، قلنا على أن أركان الحج هي أربعة. عندنا الإحرام اللي هو النية، عندنا الوقوف بعرفة والطواف والسعي بين الصفا والمروة اللي هي أربعة أركان. أما أركان العمرة فهي ثلاثة: الإحرام، الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. غادي نشوفوا مع أستاذي دابا إن شاء الله واجبات ديال الحج، شنو المعنى والدلالات ديال الواجب؟ الواجب هو ما يجب على الحاج فعله، فإذا تركه يجب عليه هديه. الركن ما كيتجبرش بالهدي، الدم إلا ما داروش إلا ما داروش يخصو يديرو، كيبقى راتب عليه العام الآخر ذمته. إلا دخل مثلا النية، دخل بلا نية راه الحج ديالو ما كاينش، لأنه إنما الأعمال بالنيات. دخل بالنية وترك ركن من الأركان لسبب ما من الأسباب، نسى ولا شيء هكذا، كيبقى في الذمة ديالو، خصو يعاود يجي يديرو عليه ديون، عليه هدي. الواجب هو الذي إذا تركه الحج عليه هدي، عليه هدي. والواجبات ديال الحج فيها طواف القدوم اللي هو بالنسبة للمفرد، الإنسان اللي دخل بالحجة غادي يقول لبيك اللهم حج من دخل من الميقات مكة. هذا احنا قلنا ان المفرد هو الذي كيدخل الحج بنيه الحج، حجة يؤدي الحجة وحدها. المتمتع كيدخل بالنيه ديال في الاول، تيدخل بالنيه ديال العمره، العمره والحج، لما كيسالي منها كيسالي منها كيتحلل، ثم عاد كيعاود يحج في نفس في نفس في نفس في نفس السنه وفي نفس الايام ديال الحج. القارين والقارين يجمعوا بينهما في نية واحدة، فيقول لبيك اللهم حجة وعمرة. نعم. فهذا المفرد وكذلك القارين عندهم ذاك الطواف الأولاني، هذا كيتسمى طواف القدوم بالنسبة للمفرد، وكيتسمى للقارين طواف قدوم وطواف عمرة، لأنه نعم. جمع بينه جمع بين الحج والعمرة. بالحج والعمرة. بخلاف المتمتع، المتمتع هذاك راه غير عمرة عنده. نعم. دارها في ساعة ونص ديال المكانة ولا ساعتين وتحللها. نعم. إذا طواف القدوم هذا طواف اللي كيتسمى طواف القدوم، المتمتع كيتسمى له طواف العمرة. نعم. هو هذا الحال الذي دخل بالإفراد كيتسمى طواف القدوم، أي الدخول قادمة إلى مكة. نعم. هو باش كيبدأ أول حاجة كيدير الإنسان كيمشي كيدير الطواف، وواجب من واجبات، وواجب من واجبات الحج. نعم. ثم أيضا النزول بالمزدلفة يوم عرفة، لما كيجي من نهار عرفه كيقيل النهار كامل تما حتى كيودنا عليه المغرب، حتى كتغرب الشمس وكيرجع غادي يرجع في الطريق ديالو بينا، كينزل بالمشعر الحرام بالمزدلفه. هذا واجب، النزول واجب، والمبيت مستحب. هنا غير اشاره بسيطه نوجهها لحجاجنا الميامين، هو ان الحاج خصو ينتبه من يكون خارج من عرفه او لا داخل ليها او لا داخل المزدلفه العلامات. طبعا ما غاديش يشوف الحجاج جالسين ويجلس حداهم، خصو ينتبه عرف راسه انه وصل فعلا للمزدلفات، كاين علامات الكبار مكتوبين فيهم، ويسول ويسول الناس، تسول الناس تسول وتصبر، راه كاين فعلا التعب وكاين المشقه، وهي مشقه مقصوده، هي مشقه مقصوده ومشقه يعني قدر المشقه في الاجر. لا المشقه يعني موازيه للقدره، ولهذا ربي كيقول لنا في القران الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع، فاللي غيمشي ليه خص يكون عنده هذه الاستطاعه، القدره البدنيه على التحمل، فما يقولش الانسان غيمشي تما لترفو ولا يمشي، خصو كينتقل من مكان لمكان يعرف فين هو، فما بين عرفه والمزدلفه واحد المسافه، ما عندك اللي يسحب راسو دخل المزدلفه وباقي ما دخليهاش، يسول. وكاين كما قلتي العلامات والاسماء. نعم. المشعر الحرام، تم النزول بالمشعر الحرام بالمزدلفه، هذا من الواجبات. والمبيت يا استاذ؟ المبيت من المستحبات، مستحبات من المندوبات، حنا عندنا في مذهبنا في مذهب الامام مالك. نعم. ايضا رمي جمره العقبه نهار يوم النحر، يوم 10 ديال الحجه، يوم 10 ديال الحجه من الواجبات، فاذا تركها الحاج فعليه ديون. وقتاش كيرمي أستاذ؟ كيرمي من طلوع الفجر ديال يوم النحر حتى الزوال. نعم. ودابا الان داكشي راه ولا منظم، قد خصني يسرات الامور الحمد لله. ثم عندنا بعد ذلك بعد رمي جمرة العقبة كاين الحلق. نعم.
الحلق او التقصير. شنو معنى التقصير؟ نقسم من الشعر ديالو. الحلق هو يحسن مره واحده يصلع. نعم. وبالنسبه للتقصير هو انه يقصر الشعر ديالو، نقص منه، ياخذ من كل جنبات ديال الراس ديالو. نعم. والحلق افضل. ثم تقديم رمي جمره العقبه على الحلق. خص رمي جمره العقبه هو الاول. اه على الحلق. وتقديم رمي جمره العقبه على طواف الافاضه. فما يمشيش النهار العاشر من ذي الحجه ومن تما يدوز مباشره لمكه ودير طواف الافاضه عاد يجي يدير الحلق. يقولوا راه مينا معامره مشينا للحجه. يمكن يمكن الزربه تيقولوا اجي نتبزحم هنا اجي نمشيو حنا نقضيو الغرض نديروا طواف الافاضه باقي ما كاين حتى حد وعاد نجيو نديروا الحلق. لا خصك تمشي بالترتيب. ثم المبيت بمنى. نعم. نهار 10 ذو الحجه يبات بمنى الصباح ديال 11 ليلة 11 وليلة 12 لأن 11 و 12 أيام تشريق يوم. نعم. النحر يقيل النهار كامل في يوم النحر ويبات الغد ليه ديال 11 يوم التشريق الأول وعاود يبات يوم التشريق الثاني ولا بغى يزيد يوم التشريق الثالث يبات عاود. وإلا بقى اليوم الثالث حتى أذن المغرب؟ حتى إلا بقى اليوم الثالث اليوم الثالث من أيام التشريق ولا اليوم الثالث بالنسبة لا أيام التشريق يوم النحر بوحده كيبات وعندنا أيام التشريق يومين ولا ثلاث أيام الى نهار 11 خصو يبات باش يطلع عليه 12 الى رمى الجمار نهار 12 وبغى يرجع فحالو يمشي فحالو ولا قعد تطلع عليه المغرب يبات تما. نعم. باش يطلع نهار 13. نعم. اذا اي المبيت بمنى خلال ايام التشريق رمي الجمار حتى هي ايضا من الواجبات في ايام التشريق. في ايام التشريق هذيك كلها. اذا استاذ من خلال هذا الحج الحاج الا ما دار شي واجب من هذه الواجبات واش كتلزمو شي حاجه؟ اذا ما يفعل شي من هذه الواجبات عليه هدي. نعم. الهدي هو واحد الشات. شات كيذبح كتذبح دم. واللي ما عندوش يصوم ثلاث ايام هناك وسبعه اذا رجع. ربما كاين بعض الحجاج كيقول انا عوض ندير مثلا هذيك الهدي الفلوس عندي قليله خصني نمشي نشري بها هدايا. اها. يعني كيعطي اولويه للهدي على الهدي هو الاول لان الدم. اذا هذا تنبيه غنوجهو للحجاج ان تبقى الاولويه للهدي. للهدي الدم. نعم. لان الدم ينزل عند الله بمكان قبل ان ينزل على الارض. الانسان لما كيقول كيذبح باش يجبر ذاك الكسر بحال واحد شي حاجه تهرست وكتجبرها. نعم. اذا استاذي الا سمحتي تعطي للساده المشاهدين الفرق ما بين هذا الواجب ما بين الركن اللي قدمت لنا في اول الحلقه. الركن قلنا الركن اذا تركه الحاج فانه يبقى في ذمته الا النيه. النيه اذا دخل بلا نيه وادى ذاك المناسك كامله فلا حج له. نعم. فلا حج له. هذه وحده. اما اذا ترك احد هذه الاركان لسبب من الاسباب فانه يبقى في ذمته وخصو يديرو. نعم. العام الجاي. مع نظام الفرعه وهذا خصو يكون حاجه باش يرد البال دابا كيعرف باش يعرف الانسان. نعم. راه كاين اللي غيمشي حتى لتما ويجي من تما يقول لك انا ما درتش طواف الافاضه ولا درت طواف الافاضه وما درتش السعي. اولا درت مثلا دخلت بالتمتع ودرت الطواف والسعي وتحللت من الاحرام ديالي وعاود حرمت نهار يوم الترويه ومشيت لميناء ومشيت لعرفه ونزلت من مزدلفه وجيت ليوم النحر ورميت الجمرات وحلقت ولا قصرت وبقيت تما في ميناء تكملت سميتو ديالي الجمار ورجعت لمكه ودرت طواف الافاضه وجيت في حالي. نعم. وفين هو السعي؟ لا راه درته النهار الاول هذاك ديال العمره. هذاك راه ديال العمره. هذا راه ديال الحج. ان شاء الله الاحكام ديال السعي. اذا خص لا خص الانسان يعرف هذا الشيء هذا راه مهم جدا ولذا قلنا العلم اذا ترك ركن من الاركان كيبقى في الذمه ديالو. نعم. الا النيه اذا تركها فان حجه كانه غير موجود. نعم. هذه وحده. اما اذا ترك واجبا من الواجبات اللي ذكرنا واللي قلنا هي طواف القدوم بالنسبه للمفرد اللي دخل بالحجه طواف القدوم او كذلك القارئ اللي يجمع بين الحج والعمره هذا كيكون له طواف قدوم وتيكون له طواف عمره. نعم. حتى لو راه كيولي عنده ركن ما كيبقاش عنده واجب القارئ كيولي عنده ركن والركن يغلبه كيغلب الركن كيغلب الواجب طبعا لانه لان القرين جمع بين نسكين في نيه واحده وعندنا النزول من مزدلفه نهار عرفه ملي كيكون راجع من ميناء بعد غروب الشمس
وعندنا رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر بعد طلوع الشمس، وعندنا الحلقة والتقصير بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، وعندنا تقديم رمي الجمرة على الحلق أو التقصير، وعندنا تقديم رمي جمرة العقبة على طواف الإفاضة، وعندنا المبيت بمنى، وعندنا رمي الجمار. إذا الحاج لابد أن هذه الواجبات حريص على معرفة الأركان والواجبات من السوق اللي غادي يقدم عليه. إذا غادي نذكركم حجاجنا الميامين بواجبات الحج اللي هي طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، النزول بمزدلفة، رمي جمرة العقبة يوم النحر، الحلق أو التقصير، تقديم رمي جمرة العقبة على الحلق، تقديم رمي جمرة العقبة على طواف الإفاضة، المبيت بمنى، رمي الجمرات الثلاث أيام منى. كنشكرك أستاذي جزيل الشكر على حسن تفضلك، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام. إلى أن ألقاكم في الحلقة المقبلة بحول الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.